غزال دم، نعرف قيمة طبيعية غزال دم، نعرف قراءة سريعة ثواني غزال دم. كبير ولا طفل؟ ها؟ أساس طبيعي حياتي. زين بعدين وراه. فوائد غزال دم شو بتفيدنا؟ في شيء عندنا اسمه أكسجين وفي شيء اسمه تهوية. الأكسجين بياخذ أكسجين، التهوية بتطلع سالب أكسجين كربونات. وش معناها الأكسجين؟ أكسجينيشن شو هي؟ ناخذ أكسجين. التهوية طلع سالب أكسجين كربونات. مصطلحين تقييم التوازن الحامض القوي مين مسؤول عنه؟ البي اتش والبيكربونات ومعرفة الشوارب كلور صوديوم بوتاسيوم تمام كلور كالسيوم. طيب الخيام الطبيعية هي مثل اسم فول مثل ايش؟ اسم فول تحفظ الله. طيب البي اتش من 7.45 7.45 الوسطية 7.45 هلا بنشوف 7.45 مع ارتفاع قيم ثاني بيطلع معنا حماض مهاول 7.45 مع قيم ثاني بيطلع معنا كلها مخاول هو 7.40 بس الرينج تبعه منين يا منين؟ 35 يا 45 البيكربونات من 35 ل 45 40 والبي او 2 من 80 ل 100 تمام؟ البي سي او 2 عفوا البيكربونات من 22 ل 40 هذول ثلاثة بصوا تحفظون شو هن؟ البي اتش 35 45 السي او 2 40 ضيفوا 5.5 هون ضيفوا 5.5 اللي تحفظون والبيكربونات 14 ضيفوا 2.60 تمام؟ قد البي اتش 22 البيكربونات 22 تمام؟ تمام؟ هذا بيكون بين 80 وال 100 طاقة الجزء تبع الأكسجين نقص أكسجين خفيف يعني أقل من 90 95 بيطلع 80% نقص أكسجين طبعا هذا مو مش حيوية بالنهاية تمام يعني انت بتتوقع لما الاكسجين عندك 80 90 الاكسجين 40 60 بتتوقع مو 100% نفس الاكسجين الشديد اقل من 80 بيكون اقل من 40 تمام طيب زين نرجع نحكيهم بعد طيب أنا البيع قديش بيكون على ذلك؟ بالحمالة قديش بيكون؟ أقل؟ بالقلة؟ بالسيو تو؟ بالقلة قديش بيكون؟ أقل من 45 وبالحمار؟ أكثر من 45 والبيكربونات؟ أقل من 22 والحمار أكثر من 26 واضح؟ ما بديش هلا بحكيه بالتفصيل حتى بس في مكان اخذ عليه انا تحضير لي اي محاضره احط ملاحظات على الكتاب بتوفيق تشامكوا عليكم دائما بالحماض التنفسي شو بتراكم عندي؟ رايكم؟ CO2 تمام البي سي او 2 هو مشعل للوظيفه المزمنه عادة تمام المشكله المزمنه بيعطيه سي او 2 بالقلال الاستقلابي شو بيكون عندي غالبا المشكله بالاستقلابيه في عندي مشكله بتسريب البيكربونات تمام بالحماض الاستقلابي مشعل الديكربونات مش عندها ايش؟ بالذات مين مسموح عن الديكربونات برافو عليك تمام؟ اذا مش عندي وظيفه استقلاب واضح الفكره هذا محكم بالتفصيل بس هي ملاحظات عامه بس
هلا بس نشوف مقارنه غازات الدم الشريانيه والبيئه الشعبيه. نحن ايام ما نسحب دم شرياني، ايام نسحب الكابيلاري الشعبي، ايام ناخذ من البوري. تمام؟ البي اتش عاده نفس الشيء. البي سي او 2 وين بتكون اكثر؟ بالوريد. بال سي او الاو 2 عفوا. سي او 2 بالوريد. الشرياني. سي او 2 بالوريد. البيكربونات نفس الشيء. تمام؟ يعني بس هاي الشيء تعرفوا انه عادة تقريبا كله مثل بعض، بس الـ CO2 بيكون اعلى من الاوريجي والشرياني، الـ O2 بيكون اعلى. نحن الافضل ناخذ اسمه غازات دم شو؟ شرياني. الافضل ناخذ مين؟ الشرياني. بس محسننا الاقرب هي الشعرية، كيف تجي؟ الاوريجي. والله هي فكرة ولا في حدا كمان عندكم في الصالة؟ زين فادي هلا ما بنجيب شيء ثاني. خطوات قراية وتحديد غازات الدم. أول شغلة لازم نقيم بي اتش. بي اتش شو بتفيدني؟ خلاع حمار أقل من 35 7.35 حمار أكثر؟ تحديد المشكلة الأولية، هل هي تنفسية ولا استقلابية؟ يلا بنشوف إذا موافقة بتكون استقلابية، إذا عكس بعضهم بتكون تنفسية. يلا بنشوف المعاوضة، هل هي استقلابية ولا ما في أصلا في معاوضة ولا ما في؟ هلا بنشوف. بنشوف فجوة الصواعق، هلا بنشوفها كمان. لا تمام؟ تحديد الحالة حادة ولا مزمنة؟ ونشوف توجه الخطة العلاجية، هذول كلهم بيفيدوني بايش؟ قراءة غازات الدم، الأفضل ناخذ غازات الدم شو؟ المنافذ الحديثة جروب هاي ايش؟ جريان مركزي، لو جريان مركزي مثلا شباب بيقولوا جروب، يكبسل الزر بيطلع معه غازات الدم، تسع أوراق غازات الدم. تمام؟ ما بيقدر يسحب له وكل مرة يسحب له تحليل، كل ما بده الدكتور يشوف غازات الدم شو محطوط الميتور؟ في له سنسور موصول بشريان مركزي يعطيني غازات الدم. واضح؟ شغله ما هي صعبه، اعطوني شويه مصاري ترى الله بتكون بعد ساعتين. هذا نص ساعتين من هنا تطبيقات صعب يعني. تمام؟ واضح الفكره؟ هلا انا بدي نشوف هذا كثير هاد يا جماعه. حدود الحياه من هون يا هون. تمام؟ حدود الحياة من هون يا هون. طلعوا الطبيعي من ايمت؟ 35 يا 45 هذا الطبيعي. الحميضات والقلاء. القلاء 7.8 بعد شو بصير للمريض بيموت. إذا الإنسان غير قادر على تحمل القلاء. تمام؟ قادر على تحمل الحمار. الحمار لوين بضل عايش؟ 6.8. شايفين؟ نحن 7.35 يا 7.45 هذا الطبيعي. إذا وصل عندي الحمار ل 6.8 بضل عايش، بعدها بيموت الإنسان، 6.8 بعدها خلص ما بتحمل. بينما القلاب ارتفع له بس شوي كثير، يعني 45 ل 80 يعني 0.35 ارتفع البي اتش بيموت الإنسان، إذا الإنسان قادر على تحمل الحمار أكثر من القلاب. كلياتها العالم بتتحمص فيها بتتحمص. القلاب قادرين على تحمل التحميض اكثر من تمام؟ طيب هلا هذا في قانون شو بيحسبوا البي اتش ما كثير يهمنا هذا لوغاريتميات ما لوغاريتميات مشان تمام؟ للاطلاع يعني ما هو مطلوب منكم هذا درسين اكيد فيزيولوجيا وكذا تمام؟ طيب رايكم هذا مين اصعب هذه الحماض ولا الطلاب؟ الطلاب اصعب الانسان تحمل حماض كثير مثل ما حكينا نقص السكر اخطر من ارتفاع السكر تمام؟ اذا سكر المريض ساعتين تحت 50 بيموت بينما عالم يعني عندك سكر 300 و400 وتغير تلاقي والله سكر يصير له شهر 500 وما بين زين وكذا وحط مضروبي بضل سكر 10 سنين 500 بالاخر يصير معه قدر سكر اذا ما عاد يشوفه كمان بينما هنا سكر ساعتين بيموت.
واضح؟ كذلك القلاب إذا علاجه أصعب وأسرع وأسعار في أكثر من علاج الماضي، لأن الممار الجسم يتحمل بدرجات أكثر. زين طيب هلا نشوف الحماض وتحيد الحالي الأسيدوسيز والألكوسوز الألكالوسيز تمام أنا جوعان وسكري نازل عطشان كمان الأسيدوسيز البي اتش نازل وين ايش رايكم هذا ايش معناته معاوض ايش رايكم شو يعني اسهم لقوله تحت هذا نايس 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 مرتفع مرتفع يعني هون اكثر من 7.35 هون 7.35 هون الوسطيه قديم 7.40 هون بيكون تعليق معاوض بيكون اقل من 7.40 يعني 7.40 وهذه شوي هون ايش بيكون 7.40 واكثر شوي وهلا بشوفهم بالتفاصيل بس هي حفظوها حاليا مبدئيا اذا هدول بيكونوا شو 35 تحت 45 فوق هون 7.4 بس اقرب للاقل هون 7.41 يعني بتوقع جايب 60 على الحد 59 61 ابو 59 حماض ابو 61 طلع هيك يعني العلامات بالورد شو يعني اكل عليها شو واحد يجيب صبر 90 80 هيك خليه تمام؟ نكست في عندي قواعد لتحديد المشكله هل هي تنفسيه او استقلابيه في قاعده روما في قاعده النسبه الجويه في قاعده حساب الفيه والفرديه ما في بهمويه مستقله على السريع في عندي شيء اسمه الدوارق الدوارق بتعوض حماض الاستقلاب خلال ثواني في عندي الرئه خلال دقائق ل 12 24 ساعه وفي عندي الكليه استجابت على المدى البعيد تمام على المدى البعيد ايام ل 5-3 سنوات ان شاء الله بتدوروا بيناتهم قلنا واحد يقولوا هلا حطوا لي الحاله بكل الجلسات حطوا انا حفظهم مصورهم قبلها خلصتوا؟ اكتب اسمه اكتب ان شاء الله كلمه اكتب لي اسمه لا قلت لك انت اكتب اسمه وين ما اعطيتك ليش؟ ما اعطيتني انا حرامي في حدا حط حاله غياب كل الجلسات الماضيه حطوا بميني بس انا عامل خطه صفائيه بصوره مشان اشوف هلا بالبيت مين حيطلع حطه غيابين اللي حط حاله حضور على جلسه ماضيه غير غياب انا مصور الصفحه اللي ما حطوا بالله مصور هو يلا عشان الحال مضى غير جلستين مش نعمل خلاص وين جلستين احنا بنضل للنهايه قاعد روما بتقول لك الاسبيراتوري هو الحرب تمام الله كانوا عكس بعض شو بيكون؟ تنفسي واضحة البي اتش عكس السي او 2 السي او 2 قديش قلنا؟ 40 دي ام ناقص 50 تمام؟ الميتوكريت بيكونوا مثل بعض البيكربونات بتكون مثل البي اتش هذول يعني الاكتر اللي بيهمونا احنا بنحكيهم بالتفصيل اهم شغلتين بنطلع عليهم بالحماض والقلاء البي اتش والسي او ايش بنطلع؟ بي اتش والسي او بي اتش والسي او بي اتش والسي او شو بنطلع اهم شغلتين؟ اذا مثل بعض استقلابي عكس بعض استقلابي يعني بنطلع بي اتش بي اتش سي او بنطلع عليهم اثنين بالاهداف تنفسي او ثلاث مرتفعات حماض او قلاء تنفسي تمام؟ استقلابي اذا مثل بعضهم استقلابي عكس بعض تنفسي واضحه الفكره؟ اذا عكس بعض شو بيكونوا؟ تنفسي مثل بعض استقلابي مثل بعض استقلابي تمام؟ طيب مثلا البي اتش نازله والسي او 2 مرتفعه شو عندي؟ تنفسي حمار
البي اتش نازل سي او 2 مرتفع شو عندي؟ سي او 2 مرتفع قد يعني مرتفع قلنا 50 قلنا طبيعي 35 و 45 بس السي او هي قلنا 7.39 الله بالخير لا بس هو شو؟ أمار تنفسي تمام؟ قل لا تمام البي اتش مرتفع السي او 2 نازل شو بيكون؟ قل لا أول شيء نورا شو؟ البي اتش إيش قلنا؟ قل لا بتلا ولا عكسة؟ عكسة معناتها شو؟ هو نفس الشيء مرتفع شو معناتها؟ قل لا بتلا ولا عكسة؟ عكسة شو معناتها؟ طيب أقرب للقل لا 7.42 شو معناتها؟ ما نحكي الله بس نحكي بعدين نحكي السي او 2 نازلة شو معناتها؟ واحدة مرتفعة والثانية نازلة قل لا الحمار شو هن بيكونوا؟ طيب البي اتش نازلة السي او 2 تقريبا طبيعية شو بيكون؟ حمار الله بنحكيهم بالتفصيل هلا بتفهمونا حمار اكيد يعني هذا حمار ثلاثة نازلات شو هو؟ استقلال أقرب للحمار 7.39 وسي او 2 نازلة شو معناتها؟ حمار شو؟ عضوي استقلالي أو عضوي نفس العضوي استقلالي عشان حتفهموا علي ولا عم نعدل شيء؟ طيب جينا على القلة ثلاثة مرتفعات شو؟ واحدة مرتفعة واحدة تقريبا صارت على الطبيعي قلاء استقلالي هذا الله أعلم شو أقرب للقلاء 7.42 وسي او 2 مرتفعة شوية قلاء استقلالي الله بخيب لي يا فندم أنا بس أوصل أنت بس أعطينا أرقام هلا بشوف هلا بشوف الشفرة بيض العجل بالمعاوضة شو هي؟ البيكربونات تمام؟ إذا عندي بي اتش نازل وسيته مرتفع شو معناتها؟ حمار تنفسي غير معاوض البيكربونات عم تلعب خارج الملعب ما لها علاقة بالقصة شو معناتها؟ طبيعية شو معناتها؟ معزول او غير معزول تمام طيب جينا البي اتش نازل بيكربونات مرتفع شو حمار تنفسي حمار تنفسي انت رح تحكي عن بيكربونات لسه هلا قلنا حمار تنفسي نطلع على البيكربونات قلنا بيضه العجليه اذا بدي السي او 2 شو معناتها معاوض اذا ارتفعت مع السي او 2 معناتها معاوض تمام بس معاوضه هون شو جزئية لأنه حضرتها ما رجع البي اتش للطبيعي هون رجع تقريبا للطبيعي صار 7.39 تمام والسي او 2 مرتفعة واضحة والبيكربونات كمان مرتفعة شو صارت هون؟ واضحة ولا نعيدها؟ واضحة هلا نعيدها بالتحت بتشوفوها كمان نفس الشيء بي اتش مرتفعة شو عندنا؟ السي او 2 منخفضة شو صار اسمه؟ عكس بعضه شو؟ قلاء تنفسي البيكربونات عم تلعب غير دوية غير معاوض او معزول طيب بي اتش مرتفعة البيكربونات السي او 2 نازلة قلاء تنفسي البيكربونات بدها تنزل شو صار؟ معاوضة نفسها بس حضرتها شو عملت لي؟ 7.42 معاوضة ثانية واضحة الفكرة واحد يقدم الكراتون هنا 7.55 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
السي او 2 نزل وشوي اخرب القلاب، هذا قلاب تنفسي. والبيكربونات زي عرفنا البيكربونات هي اللي عوضت، صار قلاب تنفسي معوض معوضه كامله. تمام؟ اذا الزبده شو هي الزبده؟ بنطلع اول شيء ايش؟ بي اتش بتحط لنا حمار ولا بنطلع سي او 2. اذا نفس البي اتش شو؟ لا نفس البي اتش خلينا نفس البي اتش بدي شو؟ مال البي اتش بتحدد لنا شو؟ طيب السي او 2 اذا نفس البي اتش شو بيكون؟ حمار او قلاب. طيب اذا عكس بعضهم البيكربونات اذا طبيعيه ايش بدك تعطينا؟ بيكربونات طبيعيه شو؟ بيكربونات اذا طبيعيه البيكربونات مهما كان نوع الحمض ولا الفلاه معناتها غير معوض. تمام؟ اذا نفس السي او 2 البيكرب معوض. معوض. اذا رجعت البي اتش طبيعي اقرب للطبيعي بصير معوضه. واضحه الفكره؟ واضحه؟ ما نرجع لها ما واضحه والله ثلاث صفائح هنا خام حكيم. اول شيء البي اتش ايش حددنا؟ مثلا طيب سي او 2 نفس البي اتش اذا في كربونات طبيعيه غير معوض. يا جماعة البيكربونات طبيعي معناتها غير معوض. إذا بيكربونات السي او 2 إذا كان زبدة مثل السي او 2 يعني شر مرتفع ولا البيكربونات نفس السي او 2 طبيعي. طب اذا كانت عكسها استقلابي بتكون مثلا متراكم حمار تنفسي مع حمار استقلابي. ايش بكون اوضح؟ السي او 2 حمار تنفسي مع حمار. ايوه بنشوفها بالحالات اللي حواليها. واحد 400 حالات بكون عكس بعض. تمام؟ يكون عندي مثل ما قلت يكون حمار زائد قلاب وهي الحاله تكون ما بين حالات حالات العرش. اما ضد هذا الثالث عم تفهموا؟ تمام؟ حمار تنفس طيب ارجع الدنيا تحت تفهموا علينا ولا ما تفهموا علينا؟ زين لا انا بوزع بقدر يا جماعه شو نكست بليز يا بوكسي لا وين زاد ابد المراجعه في توفير الشطار بي اتش نازله سي او 2 مرتفع شو؟ هاي طبيعيه نازله ومرتفعه حمار تنفسيه مرتفعة قلاء استقلاب بتعود بعكسها تمام؟ بيناتهم مرتفعات شو صار؟ حمار خبر بقلاء استقلابي لصات معاود دال قلاء نازلة تنفس هي طبيعية مع ذات غير معاود مرتفعة قلاء نازلة تنفس نازلة البيكربونات عم تنزل معناتها شو عندي؟ حمار قلاب تنفسي معاود بحمار استقلابي بس جزئي بضل قلاب المعاوضة بتكون العكس تمام القلاب تنفسي ايش بحاول بحمار استقلابي الحمار التنفسي ايش بيعاود بقلاب استقلابي تمام هون نازلة وهي نازلة معناتها عندي قلاب تنفسي بس شو معاوض بحمار استقلابي معاوضة تامة تمام يلا
أوراني أول سهل بيا قليل لا قبل البيئة ضمن الحدود الطبيعية بداية تمام بنطلع على الضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون منخفض تمام بنطلع على الكربونات كمان منخفضة تمام عندنا انخفاض باثنين بس ثواني وهو أقرب للقلاء هذا تمام عندنا حمار عندنا قلاء تنفسي معوض بحمار استقلابي في حال معوض قلاء تنفسي معوض تمام معوض تام تمام معوض تام واضحة ولا يشتغل يلا يشتغل لنا تاني حطي الأدوية ما عندك يا طاريون بيات سبعة بات سبعة وربعين انسي عندك البي بي سي او 2 39 ايش هاي طبيعي ولا مش طبيعي ولا خالص لا هو بيكون طبيعي البيكربونات 24 شو رايك ايش رايك طبيعي ايش رايك طبيعي تمام طبيعي ولا طبيعي حطينا جواب برافو عليك تعرفون ولا لا؟ يلا مين؟ دور الشباب أعطي ورقة للتفقد ما خلص ورقة التفقد؟ مع مين؟ اللي في النهاية بعدها أحمد عاصي وينه؟ لا لا رابع ثالث يا جماعة
الحاضرين الان يا جماعه بي اش طبيعيه ولا مرتفعه؟ ها؟ بي اش شو؟ مرتفعة. شو عندنا؟ بحكي مع زهرة، والله مع زهرة، كل مرة زهرة صارت صفر. زهرة، بي اش شو؟ مرتفعة، برافو عليك، ما عندنا السي او 2 مرتفعة ولا نازلة؟ 65 كل مرتفعة، ما عندنا كلها شو؟ ترفع ولا عكس بعض؟ ترفع، ما عندنا كلها؟ استقلال. البيكربونات نازلة ولا مرتفعة؟ مرتفعة. معاوض شو استقلال؟ لما بتكون استقلال ما بنطلع بمعاوض على الكربونات على بنطلع على لا هيك خلونا هيك هي السفر لا الدور معاوض بتكون استقلال نحن عم نطلع على انسان هو معاوض ممكن يكون طبيعي بس طبيعي غير معاوض هو نفس الطريقة هي بس هي طريقة إذا قلنا استقلال الكربونات مرتفع معاوض دائما ليش معاوض؟ ولا استقلال معاوض هي اسهل طريقه واضح؟ يلا وينو كان عم يقول خلينا نسال بعض يلا ستي ستي خمسة هلنا الخمسة يلا يلا يا جماعة لا طالع كل صوت عالي بحكي واحد بحكي لك البي اتش شو؟ البي اتش مرتفع ايش عندي؟ قل لا كويس سي او 2 كان مرتفع فهو قل لا استقلابي سي او 2 مرتفع قل لا استقلابي البيكربونات البيكربونات مرتفعة معناتها شو؟ معاوض معاوض جزئي ولا كلي؟ معاوض جزئي ليش معاوض؟ قل لا استقلالي ليش معاوض؟ حماطة حماطة ايش؟ حماطة نفسي حط لنا اياها شو؟ حماطة نفسي قل لا استقلالي معاوض جزئية بحماطة نفسي واضح؟ قوم يا سيدي بعد لحظة يا حبيبي ياسين بيعد 7.2 حمار حمار صح يلا كورونا ما في اول شيء البي اتش 7.3 منخفضة عندنا حالة حماض منطلع على ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون عندنا مرتفع معناتها بتوافق الحالة معناتها حماض تنفسي تمام تنفسي منطلع على البيكربونات مرتفع شيء بسيط يعني في شو اسمه معاوضة جزئية شوي زيادة ليش معاوضة جزئية؟ قل لا استقلابي حطينا نشوف لا لا ما قل لا استقلابي تمام والبيكربونات قل لا استقلابي معاوض جزئية ليش معاوض؟ لحماض تنفسي حطنا واضح قل لا استقلابي معاوض جزئية لحماض تنفسي يلا بعد مثال 9 تفضل عم شوف انا ما خلص يا جماعه شوف يا جماعه
الطبخة اليوم شو الطبخة؟ الـ 7.52 شو هو؟ حمام. حمام. طيب، طب الكرسي هو كرسي طارق كلمة كرسي عميق. سيرو تو وشو؟ شو بعمل أنا زي؟ هو قلاء. قلاء، قلاء. سيرو خليه. سيرو تو وشو؟ شو بعمل أنا زي؟ طبيعي. 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 طيب. الكربونات. مرتفع. هون بيطلع عن قلاء استقلالي غير معاون. ليش غير معاون؟ ما بيكربون. أخذنا إنه الثاني بيصير كربون طبيعي. لأنه طبيعي مرتفع بس هو لأنه خلايا استقلابي بنطلع من معاون خلايا استقلابي على ضغط الغذائي ثاني بس CO2 بطلت تشتغل شو؟ غير مالي مع خلايا الاستقلاب تمام؟ CO2 بصير في الكربونات إذا ما تغيرت معناتها شو بيكون؟ غير معاون CO2 ما تغير CO2 لما تغير إذا CO2 ارتفعت صار تمام واضحة هي ولا ما هي واضحة صعبة واضحة ولا ما واضحة طيب الجورة بالنسبة إلى بس حطوا ملاحظة عندكم أي حمام أو قلاق CO2 أو الديكربونات ضد المجال الطبيعي فهو غير معاوض مهما كان هو أي ملاحظة عندكم أي قلاق أو حمام إذا CO2 أو الديكربونات إحنا بدنا نحكي عن الديكربونات إذا كان عم تلعب خارج السر لا حتى لو CO2 عم تلعب خارج السر بيكون غير معاوض الديكربونات شو؟ هذا استقلال الكربونات طبيعية مرتفعة هذا قلاب استقلال تمام؟ واضحة يا جماعة واضحة يمشي ولا ما هي واضحة؟ لكن عم نحكي عن الكربونات بس حتى لو CO2 كان طبيعية فهو غير معاوض بس صارت عند CO2 أو البيكربونات غير طبيعية ضمن المجال الطبيعي عفوا فهو غير معاوض مثال 10 دور مين؟ بنتوا يا شباب؟ بس عندك البيكربونات او ثاني اكسيد الكربون ضد الطبيعي هذا غير معوض واضح هي حطيها فايده ثانيه بس عندك البيكربونات او ثاني اكسيد الكربون غير طب شو لا سميناه استقلابي مرتفع لانه حساب البيكربونات بيكربونات مرتفع لو البيكربونات هي شو كنا قلنا؟
بيكون مضطر للتسديس تمام. بس انا بسال بعد البعد حطينا بعد العشر فضل العشر وطلعنا على الكربونات نزلت والسي او 2 نزل معناتها حمار استقلابي معاود بفلاتة تنفسي بشكل تام رجعوها طبيعي رجعوها ليش الكربونات نزلت والسي او 2 نزلت لانه رجعوا البي اتش. هلا بدنا نحكي محاضرتي الجايه الدواري بنشوف شلون بيشتغل الاليات لنحكي على الدواري تمام. هن رجعوها طبيعي تمام واضح. في حدا عنده سؤال عن المحاضره؟ في حدا ما فهمه؟